في التزامن مع نصف قرن من الإنجازات تحتفي به دولة الإمارات في عامها 50، وتماشياً مع رؤية الآباء المؤسسين الذين خطوا أولى كلمات هذه الرحلة المباركة لدولة لا تعرف المستحيل، وبتوجيهات القيادة الرشيدة في الحفاظ على البيئة ومواردها والحفاظ على إرث الأب المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، تم إنشاء مركز أبوظبي لإدارة النفايات تدوير في عام 2008 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. ارتكزت رؤيتنا في مركز أبوظبي لإدارة النفايات تدوير على التوجه نحو نظام بيئي مستدام لإدارة النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة في إمارة أبوظبي. وتبعاً لهذه الرؤية المحورية تم تحديد الرسالة التي أراد التدوير المساهمة بها في مجتمعنا، فكانت رسالتنا هي بناء أنظمة متكاملة لإدارة النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين والمجتمع وفقاً للمعايير والممارسات المعتمدة، وذلك من خلال بناء الشراكات الفعالة والاستثمار الأمثل في الأصول والموارد المالية والبشرية والتقنية، سعياً لتحقيق الاستدامة من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية وخلق مجتمع واعٍ يساهم في تقليل إنتاج النفايات وتحويلها إلى رافد اقتصادي مهم لإمارة أبوظبي. تيقن تدوير أنه لتحقيق رؤيتها ورسالتها في خدمة المجتمع يجب عليها ترسيخ قيم مؤسسية نبيلة في البنية الهيكلية لهذا المركز، فتمثلت القيم المؤسسية لتدوير في الاستدامة والمسؤولية والكفاءة والتميز والابتكار والمشاركة وتحقيق النتائج. واعتمدت استراتيجية العمل في تدوير على عدة ركائز أساسية، من أهمها رفع نسب المعالجة السليمة للنفايات وتحويلها بعيداً عن المطامر، الحفاظ على نظافة إمارة أبوظبي حيث يتم التعامل يومياً مع أكثر من 5000 طن من النفايات المنتجة في الإمارة عبر عقود تدوير التشغيلية، إضافة إلى التحكم الفعال بآفات الصحة العامة وحجز الحيوانات السائبة، رفع الكفاءة المالية وزيادة حجم استثمار القطاع الخاص في أعمال المركز من خلال الخدمات المقدمة للقطاع الخاص والمتطورة والتي تشمل الترخيص والتسجيل ومتابعة كمية إنتاج النفايات، رفع مستوى وعي المجتمع البيئي وتعريفهم بأسس التعامل السليم مع النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة، وتحقيق أعلى المستويات من رضا وسعادة المتعاملين من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية في نطاق أعمال خدمات جمع ونقل النفايات والنظافة العامة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، تقديم خدمات وعمليات متميزة من خلال تعزيز الإطار التنظيمي للشركات العاملة في القطاع ورفع قدراتها الفنية ورفع مستوى الرقابة على مزودي الخدمة والشركات العاملة في القطاع، وأخيراً تحسين تجربة المتعامل في مختلف قنوات تقديم الخدمة. يساهم مركز أبوظبي لإدارة النفايات في تنفيذ الأجندة البيئية لإمارة أبوظبي منذ إنشائه في عام 2008،
وفق خطة استراتيجية شاملة لإدارة النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة، تم ترجمتها في تنفيذ مشاريع نوعية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وتطوير منظومة خدمية متكاملة ومحترفة. تعمل هذه المنظومة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بهذا الخصوص بميزانية تتجاوز 750 مليون درهم سنوياً. يعمل مركز أبو ظبي لإدارة النفايات على تحقيق الإدارة المتكاملة للنفايات والإدارة المتكاملة لآفات الصحة العامة، والتي تهدف بالأساس إلى الحفاظ على البيئة والصحة العامة وتحويل النفايات إلى موارد تسهم في الاقتصاد الدائري، ليكون المركز نموذجاً متفرداً على مستوى المنطقة في هذا الجانب. فخورون جداً بما قدمنا لهذا الوطن العظيم في الحفاظ على بيئته، ونحتفل بجميع تلك الإنجازات مع عام 50. أصبح التدوير اليوم الجهة المحورية لإدارة قطاع النفايات في إمارة أبوظبي منذ ذلك الحين، بالتماشي مع الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي والمتوافقة مع الرؤية البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمتمثلة بتحقيق الإدارة المتكاملة للنفايات والهادفة إلى معالجة النفايات بكافة أنواعها بطرق بيئية وحضارية وباستخدام التكنولوجيا الحديثة، بدءاً من إنتاجها والتعامل معها في جميع مراحلها وحتى التخلص منها، بالإضافة إلى توفيرها البنى التحتية واللوجستية في المنشآت والمرافق البيئية والمعنية بالتخلص السليم ومعالجة النفايات، والتي استقبلت ما يقارب من 10 مليون طن من النفايات في عام 2020. إحدى أهم الخدمات المقدمة من قبل التدوير هي خدمات جمع ونقل النفايات والنظافة العامة، والتي تقدم في جميع مناطق إمارة أبوظبي على مدار الساعة. وسعى التدوير منذ إنشائها على تطوير هذه المنظومة الخدمية من خلال استحداث طرق مبتكرة في تقديم الخدمات وتطوير أسطول المركبات المستخدمة، حيث يتم تقديم هذه الخدمات بكفاءة عالية ومهنية مع وجود عنصر الابتكار والإبداع فيها. وتقوم فرق عمل تدوير بمتابعة كافة الخدمات من خلال غرفة العمليات المركزية، والتي تساهم في سرعة اتخاذ القرار. ها هو عام 2021، يطوي نصف قرن على تأسيس دولة الإمارات ليبدأ آخر في مسيرة الإنجازات، ونحن نضع نصب أعيننا متابعة تحقيق الهدف الاستراتيجي لإمارة أبوظبي وتحقيق الرؤية البيئية والمعنية بتحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد، تماشياً مع مبادئ العام 50، والذي يتمثل في جهود دولة الإمارات في الحفاظ على مواردها واستدامة بيئتها والتوجه نحو حلول أكثر استدامة في جميع المجالات بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام. ففي المجال الاقتصادي تشكل تدوير نموذجاً مبتكراً للاقتصاد الدائري الذي يشمل تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة ويساهم في تخفيض الضغط على البيئة ويسهل تأمين المواد الخام عبر إعادة التدوير والمعالجة المبتكرة للنفايات
مما يترك أثراً إيجابياً كبيراً على كوكبنا ويحميه من الاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية ويعزز الوعي المجتمعي بأهمية تقليل إنتاج النفايات والتعامل السليم معها. قام المركز ببناء خطة متكاملة لتحقيق أهدافه البيئية والتي تم اعتمادها في عام 2016 من قبل الجهات المعنية في الإمارة وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين بهذا الخصوص، والتي تحققت من خلال تبني منظومة الاقتصاد الدائري وتنفيذ محطات معالجة وإعادة تدوير متطورة لمختلف أنواع النفايات مثل محطة معالجة النفايات الطبية في مدينة أبوظبي ومدينة العين، إضافة إلى تطوير منطقة الإيكو بارك كأول منطقة متخصصة تشمل عدة منشآت لمعالجة النفايات، ويتم التعامل مع ما يقارب من 10 مليون طن سنوية في إمارة أبوظبي من خلال حلول مستدامة حفاظاً على مواردنا الطبيعية. وفي إطار جهودنا لتقديم خدمات ذات جودة عالية في نطاق أعمال خدمات جمع ونقل النفايات والنظافة العامة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، تم تخصيص ميزانية تقدر بأكثر من 450 مليون درهم سنوياً وبطاقة بشرية بلغت أكثر من 6000 فرد وأسطول ضخم مكون من أكثر من 1000 معدة متخصصة حديثة ومتطورة ذات انبعاثات كربونية منخفضة تعمل على مدار الساعة، إضافة إلى الإمكانيات المخصصة لتقديم خدمات مكافحة آفات الصحة العامة وإدارة المنشآت البيئية والخدمات المقدمة لقطاع الأعمال في إمارة أبوظبي، بحيث يتجاوز عدد الأطقم العاملة والمدربة 10,000 فرد. للعنصر البشري في تدوير أهمية كبيرة، والتي تمثل أحدى أهم عناصرها في فريق العمل الميداني المؤهل لمتابعة تنفيذ الأعمال، بحيث تكون عنصر مهم وفعال في متابعة جودة الخدمات المقدمة وتحقيق الإدارة المتكاملة للأعمال الميدانية، وتقطع فرق العمل الميدانية 280 ألف كيلومتر بمعدل شهري لمتابعة خدمات تدوير في جميع مناطق الإمارة. كما كان لتدوير الدور الكبير والفعال في خدمة المجتمع عبر جهودها المبذولة في محاربة الجائحة المرتبطة بانتشار كوفيد-19، حيث قامت فرق المركز خلال مشاركتها في برنامج التعقيم الوطني بتنفيذ عمليات تنظيف وتعقيم دقيقة وشاملة من خلال تخصيص 136 مركبة وآلية مدعمة بأحدث التجهيزات والاعتماد على قوى بشرية وصلت إلى 972، وبمجموع ساعات كلي وصل إلى قرابة 1,800,000 ساعة على مدار 227 يوماً منذ انطلاق البرنامج. إحدى أهم الأولويات الاستراتيجية لتدوير هي التحكم الفعال بآفات الصحة العامة، وذلك بهدف الحفاظ على صحة أفراد المجتمع. وتقدم تدوير خدمات مكافحة آفات الصحة العامة لجميع سكان إمارة أبوظبي، والتي تقدم باحترافية ومهنية عالية جدا، حيث أن جميع العاملين مدربين ومؤهلين للقيام بهذه العمليات. إضافة إلى ذلك، يتم استخدام أحدث أنواع التكنولوجيا والتي لا تشكل أي ضرر على التنوع البيولوجي للإمارة. وقد قام المركز بتنفيذ أكثر من 198 ألف طلب خدمة خلال 3 أعوام الماضية.
وسعياً منها لتحقيق التحول الرقمي في تنفيذ أعمالها. تعمل تدوير على خدمة كافة القطاعات في إمارة أبوظبي من خلال التحول الرقمي الفعال والمستدام، وتقدم تدوير 100% من خدماتها بشكل رقمي لقطاع الأعمال، كما تستمر بتقديم خدماتها عبر استخدام الحلول الذكية مثل إطلاق مشروع سوق النفاية الإلكترونية بهدف تنويع قنوات وأساليب التواصل مع الجمهور وقطاع الأعمال لتعزيز تجربتهم ولضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد من المتعاملين، مع إثراء عملية التكامل الحكومي عبر تصميم منصات وحلول رقمية خاصة بالأجهزة الذكية والمواقع الإلكترونية. إحدى أهم أولوياتنا هي سعادة المتعامل وتعزيز رحلته من خلال رفع الكفاءات وتوفير الحلول المناسبة والذكية لتنفيذ ذلك، وعليه تم تنفيذ العديد من المبادرات النوعية بهذا الخصوص، والتي شكلت نقلات نوعية مثل نظام بليصتي لمنتجي النفايات وبوابات العبور الذكية في منشآت التخلص، إضافة إلى استلام طلبات الأفراد بمعدل يتجاوز 128,000 عبر بوابة حكومة أبوظبي. وتعمل تدوير على دعم وتشجيع مبادرات الابتكار في هذا المجال، حيث أطلقت عدة مشاريع مبتكرة لممارسات أكثر استدامة، ومثالاً على ذلك الحاويات ذات رقاقات الراديو اللاسلكية والحاويات على شكل حيوانات في الحدائق العامة لتشجيع الأطفال على إلقاء النفايات في الأماكن المخصصة، واستخدام مواد غير كيميائية لمكافحة الحشرات والآفات العامة، وتقنية جديدة ومبتكرة تستخدم للسيطرة على الآفات باستخدام التأثير الكيميائي. وتعد أبوظبي الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في توظيف هذه التقنية. وتنظم وتشارك في المعارض العالمية المعنية بالاستدامة وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري، حيث أن المركز شريك استراتيجي في معرض إيكو ويست الذي يتم تنظيمه سنوياً ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، ويعد فرصة للتعرف على الابتكارات في مجال إدارة النفايات، بالإضافة إلى التعاون بين جميع الأطراف المختصة في هذا المجال، حيث يتم تبادل الخبرات والتجارب بهدف الوصول إلى ممارسات أكثر فعالية واستدامة في هذا المجال. العمل لدى مركز أبوظبي لإدارة النفايات تدوير يخلق شعوراً وتجربة مختلفة تماماً، شعور بالفخر والسعادة إضافة إلى عظمة الإنجاز. طورنا وابتكرنا في خدماتنا وتقدمنا بمراحل كثيرة عن الآخرين، وحققنا نقلات نوعية لنصبح إحدى أهم المؤسسات الخدمية تمييزاً على مستوى المنطقة، تخدم شرائح متعددة في إمارة أبوظبي منها القطاع السكني، الزراعي، التجاري والصناعي. سعيد وفخور جداً بتجربتي في العمل في تدوير.
وها نحن اليوم بعد أكثر من عقد من تأسيس تدوير، وندخل العام 50 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نسعى للعمل نحو مستقبل مشرق نخلق فيه للأجيال القادمة بيئة مستدامة يستطيعون من خلالها العيش بطموح يعانق السماء، فخورين بوطننا العظيم وقيادتنا الرشيدة.